الأيام يتداولها الله بين الناس، يعني وهذه هي أيامنا. نأمل قادم الأيام أن يكون أفضل. بالنسبة لي الملف الليبي أو الوضع الليبي هو عام واحد منذ 2011، نحن ما زلنا في عام واحد، لم حتى وإن فصلتنا بعض التواريخ. سيمته التخبط وعدم الوصول إلى رأي صحيح. 10 سنوات لم نستطيع الليبيين لم يستطيع النخب السياسية أن تنجز الدستور، وهو أولى أحجار بناء الديمقراطية. لم يستطيعوا الاتفاق فيما بينهم على خلافاتهم. هذا العام كان التعويل على الانتخابات للأسف حلم وئد مبكرا نتيجة للأطراف المتصارعة على السلطة. لكن هل هذه الخيبة من الانتخابات نزعت فتيل الأمل من الليبيين بالانتصار على خلافاتهم؟ لا أعتقد ذلك، لأن هناك بشائر أخرى حدثت من وراء خيبة الانتخابات. هناك التقاءات، رأينا لقاءات في المشرق ما بين الأطراف الليبية فيما بينها فيما بعضها البعض، رأينا خروج لطرف آخر كان يعتبر مهزوم وميت وخارج دائرة أي تصنيفات سياسية تقدم بنفسه الانتخابات، وهنا أقصد الدكتور سيف الإسلام. وهذه في نفس في حد ذاتها تعتبر رضوخا لما هو موجود الانتخابات الديمقراطية. إذا دعنا نحتكم إلى هذا الصندوق أمام الليبيين بغض النظر عن الأطراف الليبية الأخرى. طبعا الممحكات السياسية فيما بينها ما زالت مستمرة، ما زالت أطراف تشجع هذا الطرف وذاك الطرف. غلبت لغة الحوار والمناقشة على لغة التخوين، على لغة السلاح، على لغة الحرب. ما زالت ليبيا طبعا موضوع التدخلات الأجنبية ما زال قائما وما زال بقوة. رأينا الراعي الرسمي لموضوع الانتخابات بقوة كانت السفارة الأمريكية والمبعوث الأمريكي لليبيا. عودة ستيفاني نفسها لإنقاذ ما يمكن إنقاذ من خطتها اللي هي تعتبر خطة بديلة للدستور، يعني وهنا علامة استفهام، لأن هذا العام يبشر بأن سنعود إلى نفس الصراع الأول وهو صراع الدستور، وهل الدستور يفي بأغراض الجميع أم أغراض فئة معينة على أخرى.